في أخبار الاقتصاد، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بولاية غرب دارفور ياسر بلا حمد توفر كميات كبيرة من دقيق الخبز والوقود بالولاية، مشيرا إلى تسليم كافة محليات الولاية حصتها الأسبوعية من دقيق الخبز وتسليم محلية فور برانغا حصة الشهر كامل نسبة لظروف الخريف حيث تصعب الحركة. وقال إن وقود الخدمات قد تم تسليمه لإدارة الخدمات الزراعية بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بغرض تسليم المزارعين حصتهم للزراعة المطرية. وامتدح رئيس اللجنة الاقتصادية بولاية غرب دارفور جهود القوات النظامية في التعاون والتنسيق في مكافحة التهريب، مشيدا بجهود المجموعة 17 من قوات الدعم السريع المرابطة على الشريط الحدودي للولاية في ضبط كميات من دقيق الخبز والوقود ومستحضرات التجميل غير المطابقة للمواصفات. فيما يختص بمكافحة التهريب وهي من واجبات اللجنة الاقتصادية، هنالك تنسيق بيننا وبين الأجهزة الأمنية المختلفة من قوات مسلحة ودعم سريع وشرطة وكل الأجهزة الأمنية. فالحمد لله استطاعت قوات الدعم السريع من القبض على كميات كبيرة من الكريمات والحبوب المخدرة الترامادول، وهي ظاهرة خلفي، ومن هذا المنبر أنا بشيد بالدور الكبير اللي قامت به المجموعة 17 في منطقة عيش برة، وهي منطقة حدودية مع إحدى دول الجوار في الجهة الغربية. أنا أطمئن مواطني ولاية غرب دارفور إن موقفنا من السلع الاستراتيجية يمكن أن يقال إنه ممتاز للغاية. أعلن رئيس الجمعية النوعية لمهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة عثمان إبراهيم علي عن غمر مياه سكر سنار قرابة 4000 فدان من القطن والذرة بمكتب فحل. وعزى عثمان لوجود 4 كسور من مصرف سكر سنار كان تم التبليغ عنها قبل شهر تحسبا لتأزم الموقف. وأكد عثمان عزم المزارعين على السعي لجبر الضرر الذي لحق بهم جراء ما اعتبروه قصورا إداريا أدى إلى هذا التلف.